مركبة جوية من أهم وسائل النقل الجوي، وأحلق في السماء إما شراعياً أو بمحرك واحد أو بعدة محركات. أستطيع الطيران في الهواء اعتماداً على قوة الرفع المتولدة على أجنحتي أو عن طريق قوة سحب الهواء. أنا أفضل وسيلة للسفر بأمان في وقت قصير. يوجد مني أشكال وأنواع عديدة واستخدامات مختلفة كنقل الركاب وشحن البضائع والإنقاذ من الحوادث وغيرها. من أنا؟ الطائرة.